فول ماوس انفنت، زراعة الفم الكاملة. ايه هي زراعة الفم الكاملة وبنستخدمها ليه، والتكنولوجيا تدخلت في الموضوع ده ازاي، ومهارة الطبيب تدخلت في القصة دي ازاي؟ احنا الزراعة زي ما اتكلمنا عليها قبل كده هو مسمار تيتانيوم. طبعا التيتانيوم بيحفز العظم، ده الطبيعة بتاعته بيحفز العظم، ودلوقتي بقوا عاملين له معالجة سطح عالية جدا عن طريق الجاما ريز وعن طريق تزويد التضاريس بتاعته عشان العظم يخش يعشى فيها فيدينا الثبات بتاعها الاعلى. ده خلانا ان احنا نستنى على الزراعيه وقت اقل من زمان. زمان كنا بنستنى 6 شهور وخمس شهور، دلوقتي احنا ممكن في شهر ونص وشهرين ان احنا نوصل من ما فيش ولا سنه في البق لسنين كامله. طبعا هنا احنا مش بنشتغل زراعه بس، احنا بنشتغل زراعه وتركيبات، وبيبقى تيم كبير قوي بيشتغل في القصه. بنعمل ايه في القصه دي؟ اهم حاجه نبدا بيها حاجه اسمها الاشعه المقطعيه او الاشعه ثلاثيه الابعاد. الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه هي اللي بتقسم لنا العظم لشرايح صغيره قوي، نقدر نمسك كل شريحه نشوف السمك وطول العظم في المنطقه دي قد ايه، كثافه العظم جوه في المنطقه دي عامله ازاي. فده بيخلينا نقدر ناخد القرار احنا نحط زراعيه هنا ولا لا، ولا نحطها في حته قدام شويه او نرجعها ورا شويه. طب هل معنى ان احنا عندنا طول او عرض مش كويسين ان احنا ما نزرعش؟ لا طبعا، دلوقتي احنا بنقدر نحط نزرع عظم، العظم الصناعي بتاعنا، وعن طريق استخدام البي ار اف. البي ار اف ده بنستخرجه من دم المريض نفسه، بيبقى غني وبيبقى خارج من البلازما بالذات بعناصر النمو وعناصر الشفاء اللي بتساعد على تثبيت العظم وان العظم ينشف ويمسك نفسه في وقت اقصر. وبعد كده نقدر نحط فيها الزرعات. ده طبعا احنا بنتكلم ان العظم اللي موجود مش يعني ما ينفعش نزرع فيه تماما. زمان كنا بنقول للمريض امشي على الطقم المتحرك اللي هو دي مشاكله اللي هنتكلم عليها برضو النهارده. دلوقتي احنا بنقول لاي مريض انت من حقك يبقى عندك سنين. بنعمل الاشعه المقطعيه اللي بتحدد لنا الكلام ده زي ما اتفقنا. الاشعه المقطعيه دي نقدر بعد كده نتعامل بيها مع السمايل ديزاين ان هي تحدد لنا ان المنطقه عندنا دلوقتي منطقه كويسه، طب انهي حته بالذات اللي هحط فيها الزراعيه بتاعتي؟ ده اللي بنقدر نحدده عن طريق السمايل ديزاين، برامج تصميم الابتسامه. فبقينا عارفين الشكل المريض النهائي هيبقى عامل ازاي. كان بيبقى عندنا طبعا الفم لما يكون ما فيهوش ولا سنه، ده معنى كده ان اللي عمل اللي وصل للمرحله دي يا اما مريض سكر فاسنانه كلها كانت بتتلخلخ فاضطر يخلعها ورا بعضيها، وهيكون من حظه الكويس ان هو يبقى فاهم اللي احنا هنتكلم عليه ده، ان هو لو كنترولد او يقدر يبقى كنترولد لازم السنه اللي هيخلعها يحط مكانها زراعيه على طول، لان ده هيساعد على الثبات بتاعها في وقت اقصر ويزود الثبات بتاعها. فبقينا نخلي اي حد عنده مشكله في اسنانه او ما عندوش اسنان يوصل لاسنان كامله. طبعا مشكله التركيبات المتحركه زمان كان ليها مشاكل كتير جدا. طبعا اول حاجه بتساعد على ان العظم في الحته دي كش زياده عن ان فقدان الاسنان نفسه بيساعد على ان العظم يكش. فمجرد ما بنحط الزرعات بتاعتنا بنحافظ على الكونتور. طب ايه المشاكل لما العظم يكش؟ ايه المشاكل اللي بنواجهها؟ مشاكل هي السن، بيبدا الانسان يبدا شكله اكبر، التجاعيد بتزيد، احنا ما عندناش فيه اسنان خالص، وعضلات الوش والجلد دي كلها مشدوده على الشاسيه اللي هو العظم، العظم ده كش، فيبدا يبان سن اكبر. مفيش حاجه اسمها مستحيل دلوقتي، دلوقتي الجيب الانفي لما بقى ينزل بسبب ان الاسنان مش موجوده بقى لها فتره طويله، بقينا نقدر نرفع الجيب الانفي بفتحه صغيره خالص، ونحط عظم تحت الجيب الانفي ونزرع الزراعيه بتاعتنا. استخدام البلازما زي ما احنا قلنا بيساعد على ثباتها في وقت اقصر. وبعد كده يجي بقى دور التركيبات الثابته بتاعتنا. بنقدر نعملها، طبعا احنا اخترنا اماكن الزراعيه في الاول، واخترنا التخيل بتاع الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي، نبدا ننفذ الكلام ده مع شكل اسنان تليق على الراجل اللي هو ما عندوش سنان ده. وساعدتنا في كده الرؤوس بتاعت الزراعات المايله. الرؤوس بتاعت الزراعات المايله بقت تدينا الشكل، حتى لو احنا عندنا الفك كش شويه نقدر نطلع الاسنان لبره شويه. وبرده التركيبات اللي هي بتتربط بمسامير برده ادتنا الفرصه دي ان احنا
نخلي مكان الاسنان بعيد عن مكان الزراعيه، فنقدر نوصل للشكل النهائي اللي احنا عايزينه والمضغ النهائي والعلاقه المظبوطه ما بين الفكين.